I'm going to ask the Sheikh about a question about the will being in this country as foreigners, but now say we are actually part of the community because we have the citizenship, so we are citizens of this country. So I would like first to find out from the Sheikh, is it imperative on us as Muslims living in this country? And if we have any possession, like for example, a house or a shop, is it imperative on us, is it a must that we make a will in case, God forbid, something happens to us or something happens to the whole family living in this country? And because of the laws that are pertinent to this place here, the place we're living in this country, are different from our laws, are different from Sharia and everything. So if we have any position here, shall we make a will? Is this will a must, number one? And how we would make this will? How are we going to make the will? And is it important? How important is it? And is it a must? And how are we going to just... So I'm going to translate in Arabic now. نسكن في هذا البلد ونحن مسلمون ونحن صرنا مواطنين في هذا البلد. أود أن أسأل الشيخ بالنسبة للوصية كتابة الوصية نحن كناس مغتربون أو مواطنون مغتربون عاوزين نعرف أن الوصية هل هي شيء حتمي لا بد منه إنه نعمل الوصية؟ هل هذه هي واجب علينا من الدين إنه نعمل الوصية نكتب وصيتنا؟ إذا مثلا عندنا ممتلكات مثلا نقول منزل أو دكان أو متجر، هل كتابة الوصية هذه واجب نمرة واحد؟ نمرة اثنين، كيف تكون الوصية بالطريقة الإسلامية إن شاء الله؟ وكيف نمشي أو كيف نعمل هذه الوصية بهذه الطريقة، الطريقة التي نعمل بها هذه الوصية؟ إذا لا قدر الله شيء مكروه حدث لنا أو لأسرتنا مجتمعة يعني نعمل وصية، لأن القوانين بالنسبة للبلدان الأوروبية وإيرلندا بالأخص في هذا المثال تختلف عن القوانين الإسلامية، فكيف نكون نعملها بالنسبة لكتابة الوصية؟ تفضل الشيخ. الوصية يعني ذكرت في القرآن في عدة مواضع، كما في قول ربنا جل جلاله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، وكما في قول ربنا جل جلاله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. وفي سورة النساء تكرر: من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصون بها أو دين. ولكن الذي عليه جمهور العلماء بأن الوصية ليست واجبة، الوصية مستحبة، وأن هذا الوجوب نسخ بآية المواريث، آية المواريث التي بين فيها ربنا جل جلاله أصحاب الفروض الستة: من يرث النصف، من يرث الربع، من يرث الثمن، من يرث الثلثين، من يرث الثلث، من يرث السدس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لكن يستحب لك أن تكتب الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه. طيب هذه الوصية كيف نكتبها؟ تكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان. زين الشيخ عبد الرحمن، أولا هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله. طيب الفقرة الثانية:
يقول أوصي أهلي وإخواني وقرابتي أن يتقوا الله ويصلحوا ذاته بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. طيب الفقرة الثالثة تقول أنا بريء مما برئ منه الله ورسوله. يعني أحيانا الإنسان يموت وزوجه تلطم يعني خدها أو تشق ثيابها، كان زمان يحلق الشعر بس الآن ما في هذا الكلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثيابها. تقول أنا بريء مما بريء من الله ورسوله، يعني والله لو شيء حصل أنا ما مسؤول عنه. لأن بعض أهل الجاهلية كان يوصي يقول إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب ابنة معبدي، يعني يوصي زوجته. نعم. دي الفقرة الثالثة. الفقرة الرابعة تقول إذا أنا يعني مت فليغسلني فلان مثلا، إذا كان شخص أنت تحبه وتحب أن يكون هو من يغسله ويصلي علي فلان مثلا. وبعض الناس يوصي لئلا يعلم أحدا بموته زي ما فعل الشيخ بكر عليه رحمة الله، الشيخ بكر أبو زيد. نعم. بعد ذلك الفقرة الخامسة تقول علي دين لفلان قيمته كذا، لي عند فلان دين قيمته كذا، بقي علي كذا من ثمن سيارة اشتريتها من فلان، نحو ذلك، تبين ما لك وما عليك. ثم بعد ذلك تشهد على هذه الوصية اثنين من إخوانك من المسلمين. هذه هي الوصية الشرعية.